بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة الموضوعات القانونية التي تقدمها نقابة المحامين وموقعها لشباب المحامين. النهاردة هنتكلم عن قضية من القضايا الحقيقية الواقعية اللي اشتغلناها، والقضية كانت لشاب بيشتغل في إحدى شركات الحراسة، وكان بيحمل هذا الشاب سلاح مرخص بيقوم بيه في حماية موقع عمله داخل هذه الشركة. في احد الايام اثناء سيره في احد الطرق، كمين من اكمنة رجال الشرطة وقف هذا الشاب وسأله عن السلاح اللي معاه اللي كان ظاهر في جنبه، وطلب منه رخصة السلاح، لان هذا الشاب في اليوم ده ما كانش معاه رخصة السلاح. فطبعا ضابط المباحث اتعامل معاه على انه يحمل سلاح بدون ترخيص، ودي جريمة متلبس بيها. فقام بتفتيش هذا الشاب ولقى معاه بعض مخدرات من مخدر الحشيش كانت موجودة في علبة سجايره، فتم اصطحابه الى القسم وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة. في الوقت ده كان اهله عرفوا فاخدوا الترخيص بتاع السلاح وراحوا له بيه، وتقدم ترخيص السلاح للنيابة اللي تؤكد بان القبض والتفتيش كان باطل، لان الشاب دوت لما كان يحمل السلاح كان بيحمل سلاح مرخص لانه يحمل ترخيص، رغم ان السلاح لم يكن يعني اثناء وجود السلاح معاه لم يكن الترخيص موجود اثناء القبض عليه. النيابة العامة تعاملت مع هذه القضية باعتبار ان مسألة حمل السلاح بدون ترخيص لا ينفي وجود حمله للمخدرات التي كانت موجودة معه اثناء ضبطه، واحيل الى محكمة الجنايات بتهمة حمل سلاح بدون ترخيص وبتهمة حيازة مواد مخدرة بمناسبة تعاطيها او بهدف او بغرض تعاطيها. احنا اشتغلنا في القضية دي على بعض الاسس والمبادئ القانونية، واللي كنا فيها ما بين يعني مبدئين اساسيين. المبدأ الاولاني بيقول ان المقدمات تبرر النتائج طالما انها بنيت على اسباب معقولة. المقدمات هنا بتقول ان القبض كان صحيح لانه كان بيحمل سلاح بدون ترخيص، وبالتالي التفتيش جاء بناء على أسباب ومبررات معقولة، وده ترتب عليه الكشف عن جريمة أخرى لم تكن تعلم بها الدولة أو يعلم بها رجال الشرطة حين ضبطه، وهي حياز مخدرات بدون ترخيص. احنا اشتغلنا في القضية دي على العكس، أن ما بني على باطل فهو باطل، ودي القاعدة المضادة تماما لقاعدة أن المقدمات تبرر النتائج طالما بنيت على أسباب معقولة، عكسها قاعدة ما بني على باطل فهو باطل. واتكلمنا عن الموضوع من زاوية أن الراجل تم القبض عليه وتفتيشه بدون سند من القانون وبدون إذن من النيابة، وأن هذا القبض والتفتيش جاء باطلا لأن حمله للسلاح لم يكن بدون ترخيص وإنما بترخيص موجود، وإن كنت تأخر في عرض التصريح على رجل الشرطة انه يستنى انه يبعت وقريب من مسكنه ان حد يجيب له التصريح، ده لم يكن سبب كافي لانتهاك خصوصيته وتفتيشه وتعريضه لتفتيشات يعني تفتيش غير مقبول ترتب عليه الكشف عن جريمة نحن لا نعلم ما اذا كانت هذه الجريمة وقعت بالفعل ام لا. هل فعلا كان بيحمل معاه مواد مخدرة اثناء القبض عليه، أم أن هذه المادة المخدرة وضعت أو من أين أتت؟ كيف كانت وكيف كان وجودها وأين كانت هذه المواد المخدرة حين إتمام القبض عليه وتفتيشه؟ وبالتالي اتكلمنا من زاوية أن القبض والتفتيش كان بهدف المخدرات، وده كان نوع من أنواع الاستيقاف، والذي لم يكن له مبرر قانوني لاستيقاف المتهم، فاتكلمنا عن بطلان الاستيقاف وبطلان القبض في التفتيش، وياخد بالنا دي دفوع، بطلان الاستيقاف، بطلان القبض والتفتيش، اختلاق الواقعة، عدم تصور الواقعة على النحو الوارد بالاوراق، ان الراجل ده فرد امن بيشتغل في حراسات خارج من محل عمله او خارج من بيته متجه لمحل عمله، ما كانش المفروض ان هو خارج من بيته، كان نسيت الرخصة بتاعت السلاح، لكن مش معقولة هيروح شغله وهو واخد معاه مخدرات. وتكلمنا عن القضية دي من الدفوع التلاتة اللي فيها بطلان استيقاف و بطلان القبض والتفتيش وعدم تصور الواقع، عدم تصور معقولية الواقع، عدم معقولية الواقع وعدم تصورها،
وكانت النتيجة ان المحكمة قضت ببراءة المتهم، والحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا ناخد البراءة، لان القبض والتفتيش جاء مخالفا للقانون. وانا اتصور من ملابسات هذه الواقعة ان ما كانش الامر متعلق بالسلاح ولا بالرخصة، بل ان كمان الرخصة لم تكن غائبة وقت القبض، لان محضر الضبط مكتوب فيه يحمل رخصة سلاح رقم كذا، بما يعني ان الرخصة كانت موجودة، وان الغرض كان استيقاف، وان الاستيقاف كان فيه بطلان وترتب عليه تفتيش باطل، فكان المفروض ان النتيجة تأتي بالبراءة، لان ما بني على باطل فهو باطل.